في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص التهاني وعظيم التقدير لأخي صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، وكذلك لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليه رئاسة الدورة 32 للقمة العربية، سائلاً المولى عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه في تحمل هذه المسؤولية السامية، ونحن على ثقة تامة بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستقود بكل جدارة واقتدار أشغال مجلسنا لما عهدناه منها ومن قيادتها الحكيمة من حرص دائم على وحدة الصف العربي وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونيابة عن رئيس القمة العربية 31 سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يسعدني دعوة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتفضل بتسلم رئاسة القمة العربية 32، متمنياً له كل التوفيق والنجاح.